بحضور كافة أطياف الشعب المصري، عاد جماعة الإخوان الإرهابية. انطلقت الشهر الفائت جلسات الحوار الوطني المصري الذي ضم جميع الأحزاب والحركات المعارضة، ليهتز التنظيم بعنف أمام هذا التغير النوعي. لكن التطورات لم تقف هنا، فقد كشف المنسق العام للحوار الوطني المصري ضياء رشوان أن التنظيم الإرهابي حاول بكل السبل المشاركة في الحوار رغم هجوم قواعد الجماعات الإرهابية عليه بشكل عنيف قبل بدايته. فما القصة؟ يوضح محللون أن الجماعة قد فوجئت بأن كل القوى السياسية المصرية بمختلف ألوانها، خصوصاً المعارضة، قد اشتركت في الحوار وانخرطت فيه وأصرت على استمرار مشاركتها الفعالة به. ووجدت الجماعة نفسها إزاء هذا الوضع أكثر عزلة بكثير عن أطراف الساحة المصرية مما كانت عليه قبل دعوة الحوار. ويفسر محللون بأن التنظيم كان يظن أن رفض الحوار الوطني إشراكهم فيه مناورة، وذلك رغم تأكيد مجلس أمناء الحوار الذي يمثل الأطياف السياسية الرئيسية عدم مشاركة كل من مارس العنف، وعلى رأسهم الإخوان الإرهابيون. حتى إن الرئيس المصري نفسه قد أعلن عن رفضه مشاركة الجماعة في هذا الحوار. وفيما حاول إخوان تركيا وإخوان لندن وإخوان سويسرا الالتحاق بالحوار الوطني، نوه مراقبون إلى أن التنظيم ما زال يطمع أن يكون الحوار الوطني مدخلاً للتسلل للمجتمع المصري والحياة السياسية فيه. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا في أبريل من العام الماضي لإجراء حوار وطني حول مختلف القضايا يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحد، في إشارة إلى تنظيم الإخوان. وافتتح الحوار الوطني جلساته مطلع الشهر الماضي وشهد نقاشات موسعة سياسية واقتصادية ومجتمعية لم تشهد أي خطوط حمراء. وخلال الأشهر الماضية تجدد الحديث من بعض عناصر الإخوان حول المصالحة مع السلطات المصرية، لكن هذا الحديث الإخواني لم يتعد صفحات موالية للتنظيم على وسائل التواصل، حيث قابله تجاهل رسمي وشعبي في البلاد. ومع تحقق الحوار الوطني اكتمل غياب الإخوان عن المشهد المصري بعد 10 أعوام من إسقاط شعب مصر حكمهم البائس في 30 يونيو، ليصبح الحوار الضربة الثانية القاصمة التي يتلقونها في هذه الذكرى.